الحين تراسل واليوم ورانا اليوم يعني عادي حتى لو توقف. ايه طبعا هذا ولدي هذا سليمان شايل الاسم. حتى كلامنا قاعد يتلعثم لما نتكلم عن عيالنا غير ولد يعني مشاعر غير. صحيح كل ابو ترى يطمح انه يشوف عياله احسن منه وانا واثق ان شاء الله كل عيالي الاربعه راح يصيرون احسن من ابوهم ان شاء الله. الله يحفظهم لك. الله يسلمك يطول لي بعمرك. سليمان داود معروف ابوك يقول انا افتخر فيك ويقول انا ودي ولدي يكون احسن مني. شو تقول؟ الحمد لله انا نبي سيد علي سعيد تشاور مسافر مشاعر تموت وتحيي وطن شلون كان؟ انت تحبه وايد اوف شلون احبه؟ فارس للعيال طبعا 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 عمر هم الحياه كلها الحياة كلها فيها. إيش يعني؟ هذا البطل يرفع الرأس. يرفع الرأس. إيه يرفع الرأس. يقول حق أبوك. شو توعد أبوك؟ شو تقول له؟ المرة الجاية يصير الأول إن شاء الله. كفو. هذا الوعد اللي كنت بطلبه منه بس الحين تسجل لايف عشان يصير يعني دينبر قبت عليه. يستاهل أبوك. صح ولا لا؟